صافعت الرايه البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات وانطلقت الجياد والافراس على بركه الله تعالى. خيل الانتاج عمر سنتين التي لم تربح في شوطنا الاول على مسافه 1200 متر، والتقدم في هذه اللحظات تشاهده لنمر فهد في المقدمه مع محاولات من شبنان. نمر فهد يحاول في هذه اللحظات مع شبنان الان في المركز الثاني، المحاولات تاتي من 17 كذلك رضيه في المركز الثالث، والتقدم الان لشبنان بن اظم قيادة عبد الله العوفي في هذه اللحظات مع محاولات من الخارج الآن لنمر فهد، المحاولات تأتي كذلك لرضية من الداخل الآن في المركز الثالث، والاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات. رضية تدخل الآن في هذه اللحظة من الداخل مع محاولات لشبنان للحفاظ على المركز الأول، والدخول يأتي الآن من الجياد المشارك في هذا الشوط، ولا زال شبنان في المقدمة يحاول التقدم والحفاظ على المركز الأول بقيادة عبد الله العوفي. شبنان يحاول فيما المحاولات تأتي من البقية للظفر بالمركز الأول في هذه اللحظات، وطبع لا يدخل، طبع يدخل في هذه اللحظة ويحقق المركز الأول بكل قوة وبكل اقتدار ما شاء الله تبارك الله. طبع بقيادة محمد سعيد في بداية هذا الشوط، دخول قوي من طبع بنوزي كات ولمكت جلاس.